كتنظم الجمعية المغربية للدراسات الثقافية والفنون الشعبية بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة فعالية الدورة الثانية من المهرجان الدولي للفنون الشعبية واللي كيتقام في يوم 7 و 8 يوليوز من هذه السنة هذه 2023. كتروم هذه الدورة هذه لتسليط الضوء على واحد الحدث اللي هو أبرز واللي كان خلال هذه السنة الجارية 2023 بإقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية ومؤدى عنها من قبل جلالة الملك محمد السادس نصره الله. كتميز فعالية هذه الدورة اللي هي الدورة الثانية للمهرجان بمشاركة وطنية ودولية نوعية كتجسدها مجموعات فنية وغنائية من تارودانت أكادير الأطلس المتوسط زاكورة إلى جانب فرق دولية من إسبانيا والقبائل الدولية ولبنان واللي هذا الشيء كله كيكون في 10 ديال الحفلات موسيقية فنية على مدى اليومين. وكتراهن هذه الدورة هذه الثانية أيضا على تسليط الضوء على التراث اللامادي المتواجد بالمغرب من خلال الاحتفال بالثقافة الأمازيغية والموروث الثقافي الأمازيغي كمكون أساسي للثقافة المغربية بصفة عامة.